دشن اليوم المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية السيد شكري بن جنات مقرا فرعيا جديدا بمعتمدية فريانة التابعة لولاية القصرين وهو فرقة الحماية المدنية بالمنطقة، وذلك بحضور المدير الجهوي بالقصرين ووالي الجهة محمد سيدهم وإطارات وأعوان الفرقة الجديدة. وستغطي هذه الفرقة كل من معتمدية فريانة وماجل بالعباسة وحسيل فريد. اليوم على بركة الله يعني تم تدشين مقر جديد فرقة الحماية المدنية فريانة، اعتبارا يعني الهدف والاستراتيجية متاع الحماية المدنية وانها ديما باش تحب تقدم يعني تقرب طلبات النجدة والاسعاف للمواطن. بطبيعة الحال احنا عندنا جنوب الولاية يعني يشكو من عدم تواجد يعني مقر الفرقة الحماية المدنية، دونك كانت الهدف متاعنا هو احداث مقر الحماية المدنية لهنا باش يقدم النجدة ويقرب النجدة، وبطبيعة الحال نقلصوا اجال التدخل، لانه يعني قبل كنا ندخلوا من الإدارة الجهوية بالقصرين في حدود 30 و 40 كيلومتر، ديما التدخل نتاعنا باش يكون يعني في اجال بعيدة شوية. بالنسبة لفرقة الحماية المدنية بفريانة يعني تغطي معتمدية فريانة ومعتمدية مجلب العباس وجنوب معتمدية حاسي الفريد وجزء من معتمدية فوسانة. وبطبيعة الحال هذا يتم زادة في حالات الكبيرة يتم تعزيزها بفرقة القصرين وإلا بفرقة تيل إن شاء الله. هذا وتعاني إدارات الحماية المدنية بالقصرين من نقص فادح في التجهيزات وجب مجابهتها وتوفير الضروريات الأساسية حتى يتمكن الأعوان من العمل في أحسن الظروف دون اعتداءات عليهم من قبل المواطنين. والله النقائص على مستوى الديوان الوطني للحماية المدنية بصفة عامة هي نقص الوسائل اللي ونقص وسائل الاختصاص، معناها وسائل اطفاء واسعاف والى غير ذلك، ووسائل الاختصاص خاصة الوسائل الاطفاء متاع نار المحروقات، وسائل الاطفاء متاع اطفاء حرق الغابات، وسائل الاسعاف زادة يلزمنا نكثفوا منها نوفروا اكثر وسائل الاسعاف. هذا هو، وان شاء الله ان شاء الله سلطة الاشراف تتلفت للاداره للديوان الوطني للحماية المدنية وترصد له اكثر امكانيات باش يوفرنا اكثر وسائل التدخل. المواليد هذه الجديده في كل شيء والاحداثات الجديده تفرض علينا كقياده باش نوفر الامكانيات، وبالتالي اذا كان مش نقعدوا احنا مقتصرين كان اداره جهويه مقر واحد موجود في القصرين لتغطيه كافه الولايه، مش تقعد الامكانيات معناتها دائما محدوده، ما تنجمش توفر. لكن بالاحداثات الجديده هذه تفرض علينا اولا بتوفير مواطن شغل لابناء المنطقه وتوفير الامكانيات وتقريب النجده والانقاذ معناتها لكافه متسكني ولايه القصرين. بالنسبه للتدشينات في كل شيء هو ذا اول تدشين في كل شيء قمت به على مستوى الوحدات الجديده، لكن عنا على مستوى مدينه سبيطلة وبحرص من السيد وزير الداخليه وباعانه من السيد الوالي توصلنا في كل شيء الى تخصيص مقر بنايه قديمه تو قاعدين نسويو الفضائية العقارية نتاعها، ماك تعرف احنا ما نجمو نصرفو في كل شيء كريت ما تعرف مصاريف ما نجمو نصرفها في كل الا ما يكون المقر ما تتابعني. تبقينا احنا الاجراءات نتاعنا هو فما القضاء فهمت، ولكن من جهتنا احنا زاد كيف العوان نتاعنا نتلاو بهم في صورة ما تعرضهم الى اصابات ما من تعرضوا الى الاصابه في كل شيء حتى ما وين يداوى عنا اداره فرعيه للعمل الاجتماعي وفيها طبيب من اول ما يصير ما تحدث على عون يصاب في كل شيء الا احنا نعتني به حتى الاخر من الادويه من العلاج من الفحوصات من كل شيء. حتى يتطور مجال الحماية المدنية في ولاية القصرين وجب أن تتضافر الجهود بين الإدارة العامة والأعوان والإطارات لتحقيق أكثر نجاحات وإرضاء المواطن والحفاظ على ممتلكاته، كما سيساهم فتح مقرات جديدة في كل من معتمدية سبيطلة وتهلا من تضليل المشاق عن الإدارة الجهوية ومساعدتها على تقديم أكثر وأفضل الخدمات.